منتخب مصر ومع نادي الزمالك، وهنشوفها تاني في التلفزيون لمشاهدي التلفزيون. احمد رمزي بيلعبها في بطن رجله، سقطه من ورا محمد كامل اللي كان طلع قدام خطوتين، وتسقط من ورا ويجيب الجون الاول الزمالك في الدقيقه 14. احمد رمزي لعيبه حلوه قوي قوي، وجمهور نادي الزمالك في المدرجات طبعا بيحيي احمد رمزي اللي جاب جون حلو قوي. والكره لسه مع جمال وبيلعبها في الحته الفاضيه لايمانويل، وماشي ايمانويل وماشي ايمانويل وبيلعبها عاليه عند ايمن منصور اللي بيرجعها عند رضا عبد العال. هو جون، هو جون، هو جون رضا عبد العال، جون جميل جدا لزملكاوي عامله جمال عبد الحميد لايمانويل، وايمانويل ايمن منصور اللي قشرها لرضا عبد العال، ورضا ياخدها على صدره ويجيبها جوه جون. شوفها تاني، ايمن منصور وهو بيلعبها بالهيد ورا لرضا على صدره على الارض على طول، وقنبله على يمين محمد كامل ويجيب الجون التاني.